الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انعقد يومه الخميس 23 جمادى الأولى 1445 الموافق ل 7 دجنبر 2023 مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيات دولية. في بداية أشغال هذا المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قدمهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيد خالد أي طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2-23-690 بالطبق القانون رقم 60-22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور. يهدف هذا المشروع إلى تحديد المقصود بالقدرة على تحمل واجبات الاشتراك وبيان كيفية إيداع طلبات التسجيل برسم النظام ومراحل معالجتها من طرف هيئة التدبير، ومنح هذه الأخيرة إمكانية إبرام اتفاقيات تبادل المعطيات مع مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات التي تقدم خدمات في مجال التغطية الصحية لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم، وذلك من أجل التحقق من عدم خضوع أصحاب طلبات التسجيل لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبيان كيفية وضع رهن إشارة المؤمن شهادة تسجيل تتضمن مبلغ الاشتراك الشهري المستحق من قبل هيئة التدبير. كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد كيفيات وأجال أداء الاشتراكات المستحقة، وذلك عن طريق التنصيص على إلزامية أداء الاشتراكات شهريا وفق الكيفيات المعمول بها في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحدث بقانون رقم 98-15 الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والنصوص المتخذة لتطبيقه، مع تحديد مبلغ الاشتراكات الشهرية بناء على مستويات التنقيط المحصل عليها استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي. مشروع المرسوم رقم 2-23-866 بتتميم المرسوم رقم 2-22-797 الصادر في 4 جمادى الأولى 1444 29 نوفمبر 2022 بتطبيق القانون رقم 65-00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ويأتي هذا المشروع لتجاوز الصعوبات التي أفرزها التنزيل العملي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، لا سيما تلك المرتبطة بتأويل المادة الثانية من المرسوم 2-22-797 المشار إليه أعلاه. ويهدف هذا المشروع إلى توضيح معايير الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الآن في ذكره من خلال اشتراط هذه الاستفادة بضرورة عدم خضوع الأشخاص المعنيين لأي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سواء بصفتهم مؤمنين رئيسيين أو من ذوي الحقوق، وذلك رفعا لأي لبس قد يطال فهم عبارة الأشخاص الخاضعون لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2-23-751 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قدمته السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويندرج هذا المشروع في إطار ما تطلع به وزارة التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة من مهام استراتيجية تتمثل أساساً في تخطيط وتأطير المجالات الترابية الوطنية ببلادنا والمساهمة في تنميتها وإنعاش قطاع الإسكان وتيسير الولوج للسكن لفائدة المواطنين، كما يأتي هذا المشروع عقب افتحاص تنظيمي تم القيام به للوقوف على واقع التنظيم الإداري للقطاعين المتكاملين
المكونين للوزارة على الصعيدين المركزي واللامركزي، وتحديد الخيارات الممكنة للقيام بالمهام المنوطة بها على أحسن وجه. وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 223720 يتعلق بالمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، قدمته السيدة فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، نيابة عن السيد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادة السابعة من القانون رقم 84-21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، والتي تنص على إحداث المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية يعهد إليه إبداء الرأي في شأن مشاريع مخططات تربية الأحياء المائية البحرية وتعديلاتها، مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتربية الأحياء المائية البحرية أو التي قد يكون لها تأثير على تنميتها أو تدبيرها أو على شروط استغلال مزارع تربية الأحياء المائية البحرية، وكل القضايا التي تهم المجالات المرتبطة بتربية الأحياء البحرية والمعروضة عليه من قبل السلطة المختصة قصد إبداء الرأي في شأنها. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد تأليف المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية وكيفية سير عمله وعدد أعضائه، مع التنصيص على وضع نظام داخلي للمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية يصادق عليه بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالإطلاع على اتفاق التعاون في مجال الوقاية المدنية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية الموقع بلشبونة في 12 ماي 2023، ومشروع القانون رقم 40-23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. قدمهما السيد عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية نيابة عن السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ويندرج هذا الاتفاق في إطار رغبة البلدين في تقوية الروابط بينهما وتطوير تعاون مثمر في هذا المجال وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولتين. ويشمل هذا الاتفاق حماية الأشخاص والممتلكات من الحوادث والكوارث الطبيعية أو التكنولوجية، ويشمل كذلك نوعية المساعدة المتاحة في هذه الحالات على وجه التبادل، على أن يتم الاتفاق بين السلطة المختصة على نوعية وحجم المساعدة عند تقديم الطلب بشأنها. إذن كان هذا نص البلاغ. نبدأ بالسؤال الأخير. الحكومة باشرت اللقاءات ديالها، خاصة اللقاءات اللي كان أعلن عليها السيد رئيس الحكومة مع النقابات التي تشتغل في مجال التعليم، وهناك اشتغال مكثف في هذه الساعة بالضبط. هناك اجتماع آخر، وكان اجتماع بالأمس، والهدف من هذه الاجتماعات كلها كيفما قلت سابقا هو بالإضافة إلى تجميد النظام الأساسي ديال قطاع التربية الوطنية والتعليم، هو الهدف تقدم في مختلف النقط التي مطروحة والتي تثير يعني تخوفات وتثير تساؤلات عند نساء ورجال التعليم. فاللي نقدر نأكد الآن هو أن النقاش يسير بشكل مسؤول وجدي، وسوف يعني نسرع الخطى من أجل أن يعني أن نتوصل إلى اتفاق سريع مع هؤلاء النقابات جميعا، ولكي نحقق الأهداف ونحقق يعني ما تتطلع له رجال ونساء التعليم، اللي في الحقيقة الحكومة تكن لهم كامل التقدير وتعتز بدورهم المحوري في المجتمع. الدعم ما كاين حتى شي عراقيل في المنصة، بالعكس هناك إقبال كثيف على هذه المنصة التي أطلقتها الحكومة يوم السبت الماضي. الآن انتهينا من المرحلة ديال إصدار جميع القوانين وجميع المراسيم، والمنصة الآن تشتغل بشكل طبيعي وعادي وتتلقى الطلبات، والطلبات اللي غادي تلقاها سوف يتم البت فيها بشكل سريع، وسوف يتوصل كل من يستحق هذا الدعم برسائل على الأقل SMS التي تؤكد هذا الموضوع. فمطمئنون يعني الإيقاع ديال العمل اللي موجود الآن في هذه على مستوى هذه المنصة. الضريبة على الدخل إن شاء الله
غادي تكون ان شاء الله في قانون الماليه السنه المقبله ان شاء الله، وغادي يبدا عليه النقاش ان شاء الله ابتداء من السنه المقبله. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.